يوم فيديو جديد وباش نشارك معاكم اجوائي وتحضيراتي لعشية راس العام كالعادة ولاقت عندنا عادة اول حاجة نعملو نمشي نقري وتلزمي العشية متاعنا معايا خليني نحطو الفريمير وكالعادة ولاقت عندنا عادة اول حاجة باش نمشي نقري مستلزمات العشية متاعنا ديجا حضرت في ورقة شنو الدبرات باش هكاك نبدا اورغانيزي وعارفه شنو باش نشري. وتوا جيت الايبر كوب مع الشجيره والاجواء متاع الزينة نمشيو نقضيو قضيتنا وهاكم معايا صديقاتي في الاجواء متاع الناتالي. نقلب لكم الكاميرا باش نوريكم الاجواء الزينة اللي عملت معاكم لايف فيها وهاكم معايا في الاجواء وفي التحضيرات ان شاء الله. الاجواء الكباب والناتالي طل علينا لنا هذا الكاريلو ديرة الكاريلو حباني نتعارك انا وياه. كمان قضينا اجواء ها محلو كسكيت راهي شحال نشوفو لينا جهة رجال متاع نتالي عطاوها الشوكولاتة لك صحاب زوجي عطاو لينا كادو ترحل خنشوفو شنو الكادو عفري حتى الشوكولاتة بينا بنينا عطاوك ليجو عجبك رجالو لا اسمه ليجو فريند جابوا لها الليجو الله يعطيه الصحة صديقك وهذا ما أجواء راس العام ألور ألور أحب الرحب هذا جابوا البانيتوني هذاك كيف حلاوة مرة باش نذوقوه هلا ذوق المحلى هذا شريه زوجي أنا ذوق على الكولاسيون دي ليجو تاع الكولاسيون دي ليجو خلينا ما نصبرش عليهم نحب فيسع فيسع حل جبت لي نتاع البانيتوني حليناها هيا حطي نجم وحطها مدينترو باي حط دينترو باش ما يضيعوش خليها فاني انتي حط صب يعملوه مكان صغيرين باش ما يضيعوش وهذا مخلوه محلى على هما فاربين لازم نتبعو الكتاب متاعها من البريما باتينا وهادي صغيرين بعطيوك الصغيرين وانتي اقعد اركب توا لازم كذايا البريمو ياخدي البامبينا لا ليجو فريندز اسمهم ليجو فريندز وهي مش عارف ليش
عنها. وينو ني اهوا هذا تاع هذا تاع المونوباتينو هذا هذا هذه سوق بابين. نشارك معاكم مشترياتي اللي شريتها حسيلو وكيف كيف نبيع فيهم اللي يحب. مرحبا البنات. عزيز مخبز معهم هكا فروش. كيف ستامبو هلو مع الزوني محليهم. شو نجيكم هكا في الجاتو فنصور لكم فيها كيكة اللي يحب البنات. مرحبا بيت كيف نعرف هنفرشو على الطاولة ونوري لكم. فما هكا وفما في الجري. انا حبيت في البلون حتى الجري عجبني. هذه مشترياتي البسيطة نوريكم الناف بيتو كيفاش يجي كبير بالباهي. طاولة ما شفتو طاولة نفرشو في الطاولة الكبيرة ونوريه لكم. هنا باش تلعب والاخرين اما يزم نقعد نستناو خاطر معبي سيرو خلينا مليانة حاسلو لينا تحب تعمل باتيناج فما هنا الالعاب اخلينا لها فرحانة لينا. خليتها هذيك نص ساعة عندها والباقي تنجم تقعد قد ما تحب. لبس وانا ولينا نلبسها في صباتها. وانا عندي تلبسي. انا ليه تحبني ندخل معاها باش نجي سكي غادي. كراسي. هاي المرة باش تعلمها. ارجعتلكم صديقاتي حسلو لينا قاعدة تلعب اي محلو تسمعوني حسلو لينا قاعدة تلعب وانا عندي نفسها لازم حسلو يحب ندخلو خايفة لانتي دراسية مكسورة واحد يقبل العام دراسيلو في اللطفة الكبيرة وخلي يتقبل العام ومروها مسكينة طاحت قداش من مرة بنوتي. المهم هاكم معنا هذه أجواء توديع العام مستقبل العام الجديد. عندها قديش هي تحب تجي نعرفش يخليوهم بعد راس العام ولا حاسين الصغار كل شيخين حتى كبار حتى كبار يجيو مفروشين واللي ما يحبش الثلج هكا فما كل كراهة بدكم يدوروا مع شوية أجواء تحفونا هنا سيدو محلاء طول الألوان غادي الثلجة بامبادوني. خلينا بالنوتيلا هلقونا خلينا السكر ديك الاخرى صوتو لينا غطسة بونا لينا بونا لينا غطسة تو في البنة حسيلو عبت هيلها بالنوتيلا مش نورمال جربوها ليه بنينة بالنوتيلا الحق دي ما يخو بالسكر اما سخونة مع البرد كها وبعد الثلج والسكي اللي عملتيه كتسخني الكريشة شوي حسلو ثلجت مسكينة ساقيها قرصت جبت لها دوب الكلاس لبستها لها وهودي وفات المحوسة امتعنا وباش نرجعوا للدويرة كيف ما شفتوا وشاركت معاكم حاولت هكا انهايرين شوية شوية الايامات خرجنا فيهم صورت معاكم ان شاء الله نكون خفيف نطل عليكم وعجبوكم وتوحبوا بيتي رجعت لدويرتي ورجعت لكوزينتي وجيت باش نحضر الجاتو متاع راس العام السنة تشهيت باش نحضر جاتو فريرو روشي لما حلا الروسات اول مرة باش نحضرها لقيتها في الانترنت قلت نجربها ونشاركها معاكم. لما حلا هي بنين اما تجي راهي قويه برشا تصدع في المخ خاطر عملتها الكلها شوكولا فكبش نشارك معاكم الروسيت اونكا او تحبوا تجربوها اما هاني قلت لكم راهي قويه برشا كان تحبوا اعملوا جنواز نورمال ماهي الشوكولا كيف ما شفتوا لهنا نستحقوا 180 غرام فرينه وساشي خميره جاتو و280 غرام سكر وساشي سكر فاني كعبتين عظم اكاها وكان تحبوا دوبلوا انتم المقادير باش تجيكم عاليه الجاتو انا ديجا دوبلت هالمقادير وبالطبيعه كل قبيصه الملح
الملح هذيك وطاو نحاول نكتبها لكم من بعد لهنا. 50 غرام كاكاو والروسيت نتاع جنواز هذه ماهيش كجنوازات الاخرين، تر داخل فيها الحليب والسكر وسهله حتى في الخدمه نتاعها، ما عندكم شكل باتور، نجموا تخدموها بالركاض العادي. نستحقوا كيف كيف 160 غرام متاع حليب و120 مليلتر الزيت النباتي، والسر باش تجيكم هشوشة ومسحقوش حتى تسقيوها اللي هي فيها الماء، تصبوا عليها في الاخر 120 مليلتر ماء سخون ويبدأ دافيك الماء، وبعد حطوها تيب الجنواز متاعكم. جربوها واعطيوني فيها رايكم، تنجموا حتى طيبوها جاتو عادية هي هذي ومن بعد زينوها باللي تحبوا عليه انتوما، اما راهي تجي هشوشة على الاخر وخفيفة برسا بستقرا. ما شفتوا لهنا كملت خلطتها الجاتو سهله باهله، ديما ملو نبداو بالعظم والسكر ركضوهم بالباهي، ومن بعديك نزيدو السوائل ومن بعد نزيدو الفرينه والكاكاو والخميره. هنا حضرت حطيتها في المول وحطيتها في الفور الطيب، وهكا الوقت انتوما والفور نتاعكم. هنا كيف كيف حبيت نحضر الساليم الليل باش غدا ما نقعدش نجري، عندي الروسيت هذه نتاعك الخبز بلاش عجنان سهله مهله وفي ساعه ما تحضر تك تك صب كل شيء. حضرت البات جوست انا المره هذه زدت فيها ياغورتا ناتوريل وزدت فيها كيف كيف شويه سميد، جربوها وعلى ضمانتي وبرشا فيكم جربوه الخبز وعجبهم يجي هشوش على الاخر، تنجموا تعملوا به اي نوع نتاع عجين تحبوهم انتوما، مملحات حاسيلو ابدوا انتوما باللي تحبوا، تحبوا مملحات تحبوا خبز شواليكم. وهوني الجاتو نتاعنا حضر كيف ما شفتوه، نفش بالباهي قاعد نحيلو في المول باش نخليه يبرد بالباهي باش كي نعمل الكريمات بعد ما يذوبوش ديما مستحسن الجاتوي خليهم يبردوا بالباهي، وبلوتو الجنواز تخليوها المستحسن زاده تبات خير باش تتكبس. اما هذه اللي جات نجمو تعملو حتى في نهارها خاطر هشوشه ياسر. هنا كيف كيف البات نتاعنا خمرت بالباهي كيف ما شفتوها، قاعده نقسم فيها باش نحضر الميني ساليم تاعي. عملت هنا الميني بيتزا قسمتهم ونحط لهم في الصوص ديجا عندي حاضره كيف كيف الصوص، ونحطهم في الفور اما ما نطيبهم باش نعملهم شطار تيب، ومن غدوه هكا نكمل التيب نتاعهم نزيدهم الطن. وكيف كيف هنا حضرت الميني همبرجر باش نحطهم يتيب ودهنتهم شويه اصفر عظم شويه حليب ورشيتهم بشويه جلجلان. وتو مشيت باش نحضر الجناش. هنا خديت 600 غرام شوكولا و600 مليلتر كريم ليكيد، هكا نقعد نصب فيها بشويه ونخلط باش نخليها لين تبرد بالباهي لغدوه باش نعملها غناش مونتي نحطها في وسط الجاتو. هنا كيف ما شفتوا الميني همبرجر نتاعنا طابو، حطيتهم في البانيه وباش نفوح اللحم مفروم باش غدوه نسهل على روحي يبدا كل شيء حاضر معليا كان نفرشي. كيف ما شفتوا الخبز نتاعنا كيف جاء طري وهشوش، يهب نصحكم جربوها. راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف والا الفوق هنا تخرج لكم الكتيبه كليكيو عليها تهزكم الرابط. وتوا نتعداو للتتبيله نتاع اللحم مفروم اللي تزيدوا بنا على بنا الهامبرجر. انا هنا اخذت اللحم الكميه هكا عيلكم يزيلكم حسب قداش باش تعملوا، حطيت البصل مفروم والبصل كيف كيف عيلكم يزيلكم من عملت شطر راس، فوحته شويه فلفل اكحل شويه ثوم شيا شويه كركم شويه فلفل احمر شويه تيبلو كرويه شويه ملح، واللي يزيدوا بنا على بنا اللي هو النعناع الشيا. جربوها وذوقوا اكل بنا اللي يعطيها للحم مفروم. وحطيت مغرفه فرينه باش لمنا اكل الحم باش من بعد ما يتفترشش، وبقيت هكيك الم فيه وندخل الخليط هكا حاولوا خلطوه بيديكم باش يدخل اكل وفيح فيه بالباهي، وشكلتهم هكا قرص صغيرين على حسب كبر الهامبرجر اللي عندي. انا عملت راهو الهامبرجر 35 غرام وزنتهم، سينو ما عندكمش بيزين هكا اعملوا بالعين. واللحم هكا حاولوا عينكم يزيدكم كيف كيف قسموهم. وتوا نجيو للصوص اللي باش نحطوها في وسط الهامبرجر نتاعنا كيف كيف تجي بنينه على الاخر وسهله برشا. انا هنا خذيت الشركه راس البصل اللي حضرته، وخذيت هنا الكيتشاب والمايونيز، وعندي الصوص هذيك حاره تحسوها بالبرلعبيت، وعندي هذه الصوص نتاع الشيدار وخلطتهم. على محل صوص الشيدار ما عادش فيها برشا شو عليكم، تنجموا حتى مايونيز وكيتشاب يزي وشويه هريسه تزيدوها معاهم تعطيكم بنه، واسهل لكم بعد باش تفرشيو الهامبرجر. ما عليكم كان تجبدوا لي صوص وتطيبوا اللحم وتفرشيو وتحضروا كل شيء على بكري باش تبداو هكاك اورغانيزي، صرتوا عندكم مناسبه والا لما والا انا هكا في عشية راس العام عملتهم تلقاو كل شيء سهل باش ما تقعدوش تجريو. خلاص سالي يشد شويه اليد صرتوا هكا يبداو الميني لازمهم خدمه، تحضروا كل شيء على بكري
شاي حاضر ما عليكم كان تفرشي وتنجموا كيف كيف تزيدوا للصوص هذه كورنيشون تقصوه جويد ما احنا ما همش مغرومين به برشا جماعة جربوها وذكروني. والبصل هذاك لازم منه فك صوص زيدها بنا على بنا. المهم بعد خلطنا الكل حتى اللي نتحب تعاونوني كيف ما شفتم بعد غطيتهم وخبيهم في الفريجيدير. وقت اللي باش نتفرشيهم نجبد ونحضر كل شيء تقصوا كيف كيف سلطة هكا صغيرة تقصوا طماطم ديرونتيل ما عليكم كان بعد تحضروا وتحطوا في البلاتو نتاعكم. هوني حبوبتي يوفى فيديونا نتاع اليوم قسمتو على زوز اجزاء باش ما يجيكمش طويل ياسر ما شاء الله صورت برشا باش يجي طويل على الاخر. المهم صديقاتي ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا وعجبكم النهارين هذوما اللي عديناهم. استنيوني باش ان شاء الله اخر نهار كيفاش عديتو وشنو وصلت نفط لرأس العام. قابلوا ان شاء الله في الفيديو الجاي وكل عادة ما تبخلوش عليا بك اللايكات والتعليق الحلوة لي كيفكم وربي يخليكم ليا يا احلى عيلة. ابيانتو تشاو تشاو.